الحفل الكريم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمراجعنا العظام وللأمة الإسلامية ولكم ذكرى ميلاد أنوار أهل البيت في شهر شعبان المعظم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثي تحت عنوان الإمام زين العابدين، بينما أعطى وبينما أعطي. الإمام زين العابدين ماذا أعطى لله وماذا أعطى للبشرية وماذا أعطي من قبل الله؟ الإمام زين العابدين أعطى وأسرى البشرية. إذا تريد تشوف الصحيفة السجادية فيها ذلك العطاء الزاخر، تشوف رسالة الحقوق 50 حق يذكر بي، يبتدئ بأعظم الحقوق وينتهي بآخرها. تعال إلى المناجاة 15، مناجاة منو من عندنا يريد يتوب؟ بيجي مناجاة شنو؟ التائبين. منو من عندنا يريد يشكر؟ وين يجي؟ مناجاة الشاكرين. منو يريد يشتكي إلى الله؟ فيروح إلى مناجاة شنو؟ الشاكين. من يريد أن يتودد يروح إلى مناجاة المريدين، مناجاة المحبين، مناجاة المتوسلين، مناجاة الطائعين، مناجاة الراغبين، مناجاة الراجين، مناجاة المفتقرين. إيش تريد؟ عند أهل البيت غذاء روحي سائغ يقدم للبشرية جمعا. أعطوا كل شيء، لذلك شنو أعطاهم الله تبارك وتعالى؟ شنو أعطاهم؟ أول إمام زين العابدين يقول أعطينا 6 وفضلنا 7. أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. إذا الله تبارك وتعالى أحبك جعل كل شيء يحبك، والمحبة في قلوب المؤمنين. لذلك تشوف هاي المحبة، تشوف حاكم جائر اجى يريد يستلم الحجر ما قدر، أمر أن ينصب له كرسي، جلس، وإذا بالإمام زين العابدين يقبل. الناس بمجرد أن نظروا إليه انفرجوا له صماطين. واحد قال لي قال من هذا؟ قال لا أدري. فالفرزدق قال يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي جواب إذا قلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطلته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى آخر أبياته. شنو الناس ينفرجون صماطين؟ شنو ينفرجون له صماطين؟ حجيج جايين من أطراف وأكناف. إذن المحبة في قلوب المؤمنين. علموا هذا الدرس من الإمام زين العابدين. أطع الله يذلل لك كل شيء. سب مقامات الإمام زين العابدين. مقام للإمام زين العابدين صافي صفا، صافي صفا. وين؟ يما مقام زين العابدين. بعد مسجد السهلة، مسجد الكوفة، في حما، فوق حما أكو جبل اسمه جبل زين العابدين. بعد الإمام كل الطرقات لما كان شمردد الجوشن يمشي بالسبايا ما فتحوا القرى اللي كان يمرون بها، ما فتحوا لهم الباب. فالإمام زين العابدين اضطر أن يصلي، صلى على أكمة في حما 10 كيلومترات عن حما. هنا الجبل الآن يسمى بجبل شنو؟ زين العابدين.
في المدينة موجود، في الشام موجود، المسجد الأموي منو بناه؟ الأمويون. تدري في مقام للإمام زين العابدين؟ ما في أي مقام ليزيد. يزيد ابن معاوية اللي هو كان الحاكم الطاغية، ها؟ نفس بيت المؤرخون يقولون موسوعة كربلاء للبيب بيضون، يذكر مقامين للإمام السجاد بالمسجد الأموي. اللي يكون مع الله يكون الله معه. يزيد في نفس، يقال في نفس بيت يزيد، ها، هنالك مكان اسمه محراب زين العابدين في نفس المسجد الأموي. ماكو أي ذكر ليزيد بن معاوية في المسجد الأموي، وأكو ذكر لمن؟ الله أكبر. وإذا بالأسير أصبح أمير، والأمير أصبح شنو؟ حقير. وصلنا إلى ذكر. وجعل المحبة في قلوبهم. عجيب. وشوف هناك قبة، هو يذكر لبيب بيضون في موسوعة كربلاء، يذكر في المسجد الأموي ثلاث قبة. يقول القبة الثانية قبة تعرف بقبة زين العابدين، محراب كان يصلي به الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآخذين بحجزتهم والسائرين على هديهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة محمد وآل محمد، ويميتنا ممات محمد وآل محمد، وأن يرزقنا أن نربي أبنائنا على حب العترة الطاهرة، على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على